ما زال البحث مستمر، لكن اللي تم جرده ووصلنا إلى هو حوالي أكثر من 220 ألف لم يستحقون هذه المبالغ. بعضهم أغلبيتهم هم موظفين، بعضهم موظفين كذلك في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. المبالغ التي ترتبت على هؤلاء هي مبالغ تتجاوز ال 200 تريليون 200 مليار 200 مليار 200 مليار ديون. نعم ماخذينهم؟ نعم ماخذين ماخذين، يعني رايحين هم اصلا ماخذين، هم ما مستحقين هذه المبالغ 200 مليار. والان تم استرجاع تقريبا 116 مليار من هذه الاموال، وعملية وذلك يدل أن عملية الشمول كانت عملية غير صحيحة وعملية تفتقد للكثير من الضوابط. رجعوا عليهم تعالوا جيبوا الأموال اللي حطوها. نعم الآن صار تبليغ وكذلك تواصل. بس اللي سواها هاي، اللي سواها هاي مو المفروض تحاسب؟ طبعا تحاسب لو لا؟ طبعا الآن التحقيق موجود، وإحنا طالبنا وزارة العمل بهذا التحقيق مع الجهات المعنية والموظفين الذين شملوا هذه العوائل، سواء كانوا في جهات سياسية أو غيرها.